متتبعينا الكرام، تحية لكم ومرحبا بكم في عرض جديد على قناتكم شقق فاس. حنا كنتواجدوا معكم في طريق عين الشقف قرب المقهى ديال بلونكو وكذلك جامع الجوامع. جينا باش نقدموا لكم شقة المساحة ديالها تقريبا 128 متر، وكتواجد في إقامة من إير بلوس 4، فيها لاسانسور وكذلك فيها المرعب ديال السيارة. حنا دابا دخلنا في المدخل ديال لابارتمون كيتواجد هذا الاستقبال هذا، كما كتشوفوا كتواجد في المدخل ديال لابارتمون هذه الجلسة الرومية على شكل سيجور بديزاين ممتاز مجهز كذلك بأضواء خافتة للسبوت. وكما كتشوفوا هاد الحيط هذا اللي كيفرق ما بين الصالون والسيجور، كيتواجد هاد الصالون البلدي المساحة ديالو كبيرة كما كتشوفوا، الطول ديالو كيفوق 6 متر والعرض ديالو تقريبا 4 متر، والإطلالة ديال الشقة خصوصا الصالون والغرفة ديال النوم كيطلعوا على دوبل فوا شارع ديال 30 متر. إطلالة كتكون مشمسة في الفترة المسائية، حاليا دابا كتواجد الشمس في الصالون وكذلك في باقي المرافق اللي كتطلع على شارع ديال 30 متر. نوعية ديال الصباغة بلاتينيا في الاستقبال، وكيتواجد لا لانستالاسيون ديال لا تيليفيزيون في هذه الواجهة هذه وكذلك في هذه الواجهة، وكذلك لانستالاسيون ديال لا كليم كيتواجد في القلب ديال الصالون. كما شفتوا الأرضية ديال الاستقبال عبارة عن كومباكتو، الجودة ديالو رفيعة، الاستقبال ممتاز، وكيتواجد في المدخل ديال الشقة، المساحة ديالو كبيرة ومريح للضيوف ديالك. نشوفوا باقي المرافق ديال لابارتومو. هذا فاسك كيتواجد قريب من الاستقبال، فاسك مجهز كذلك بلاكار كما كتشوفوا الجودة ديال الرخام. وفي المقابل ديال الفاسك كتواجد الغرفة ديال النوم ديال لي بارون. في المدخل ديال الغرفة كيتواجد حمام مجهز بأجمل الأكسسوارات اللي كتحتاجها في الحمام ديالك، حمامات مزلجة كما كتشوفوا في الحيوطة من الأرض حتى البلافو، أكسسوارات عصرية بما فيهم مرايا وكذلك حمام رومي. حنا كنتواجدوا في شقة المساحة ديالها 128 متر، وفي إقامة من إير بلوس 4، فيها لاسانسور وفيها الباركينج، في موقع ممتاز، والثمن ديال لابارتومون في المتناول مقارنة مع الأثمنة اللي كتواجد في هذا الموقع هذا. الغرفة ديال النوم كيتواجد فيها هذا البلاكار من 5 ديال البيبان، التقسيم ديال البلاكار ممتاز، والجودة ديال الخشب رفيعة، خشب أصيل كما كتشوفوا، بلاصة العلاقة ديال الملابس وبلاصة ديال ترتيب الملابس وكذلك بلاصة أخرى ديال العلاقة ديال الملابس كما كتشوفوا. الخشب الجودة ديالو ممتازة ومفيرني على حقه وطريقه كما كتشوفوا. الغرفة كيتواجد فيها كذلك لانستالاسيون ديال لا تيليفيزيون، ومفتوحة على بالكون بإطلالة ممتازة ومشمسة في الفترة المسائية، وكيتواجد فيه كذلك الريدو ديالو إلكتريك. وكذلك الغرفة كيتواجد فيها هذا السرجم على نفس الشارع ديال 30 متر كما كتشوفوا، حاليا الشمس كتواجد في الغرفة، الريدويات ديال الشرجم كذلك إلكتريك كما كتشوفوا. الديزاين ديال الغرفة ديزاين ممتاز سامبل مجهز كذلك بلي سبوت، المساحة ديال الغرفة كبيرة ومريحة، الطول ديالها تقريبا 4 متر
كيفوق 4 متر، والعرض ديالها كيفوق 3 متر حتى 3 متر ونصف. الغرفة كذلك كيتواجد فيها الانستالاسيون ديال لاكليم. هذا الكولوار اللي كيأدي لباقي المرافق ديال لابارتومون. غادي نشوفو غرفة ثانية ديال لابارتومون. الغرفة تقدر ديرها للجلوس او الاطفال، لان جميع الغرف ديال لابارتومون كيتواجدوا في القلب ديالهم خزانة. كذلك هذا كتواجد هذه الخزانة من 3 ديال البيبان، مقسمة ومغلفة كما ينبغي. وكيتواجد فيها كذلك الانستالاسيون ديال لا تيليفزيون في القلب ديالها. والاطلالة ديال الغرفة كتطل على شارع على لاكور. الشرجم ديالها على لاكور، والريدو ديالها كذلك الكتريك. نشوفوا المطبخ ديال لابارتومون قبل ما نشوفوا الغرفة الأخيرة ديال لابارتومون. هذا المطبخ ديال لابارتومون مطبخ بيان إيكيبي، التقسيم ديالو ممتاز. كما كتشوفوا هاد البلاكارات كيتواجدوا على شكل إل فوق البوطاجي، وكذلك البلاكارات من تحت البوطاجي، والبوطاجي كذلك على شكل إل وبالرخام. كتواجد فيه لاهوت وبطاقة سطري وكذلك فران. المطبخ مقسم بالخشب، الجودة ديالو MDF. كتواجد فيه كذلك فورميكا وكذلك البونداشو ضد الرطوبة. والمطبخ ديزاين ديالو ديزاين كما كتشوفوا مجهز بأضواء ممتازة. وكيتواجد كذلك الانستالاسيون ديال الشوفو في المطبخ، وكذلك الانستالاسيون ديال لا ماشينا لافي، وهذه بلاصة الغسالة ديال الماي. كما كتشوفوا الشرجم ديال المطبخ كذلك كيتواجد فيه الريدو ديالو الكتريك. مطبخ مزلج في الحيوطة ديالو من الارض حتى للبلافو. المطبخ المساحة ديالو كبيرة، كيسمح لك انك تدير الطبلة ديال الماكلة. نشوفوا باقي المرافق. هذا حمام مجهز للضيوف ديال كيتواجد خارج الغرفة، حتى هو بجميع الاكسسوارات ديالو العصرية اللي كتحتاجها في الحمام ديالك، بما فيهم المرايا وكذلك التهوية. هذه الغرفة الثالثة ديال لابارتومون الأخيرة. كما كتشوفوا الغرفة كذلك كتطلع على شارع ديال 30 متر. جميع المرافق تقريبا كتطلع على شارع ديال 30 متر، ومشمسة في الفترة المسائية إلا المطبخ. والغرفة اللي شتو الثانية هي اللي كتطلع على لاكور. كما شتو النوعية ديال الصباغة ديال الغرفة كذلك بلاتينيا. وكيتواجد في القلب ديالها كذلك هذا البلاكار من 5 ديال البيبان. التقسيم ديالو نفس التقسيم ديال اللي شتو في الغرفة الأولى. وكذلك كيتواجد انستالاسيون ديال التلفزيون في القلب ديال الغرفة. كما كتشوفوا جوج شراجم كيتواجدوا في الغرفة على واجهة مشمسة في الفترة المسائية. الريدو ديالهم إلكتريك. وكذلك كيتواجد الانستالاسيون ديال لاكليم. كما شفتوا معنا الفيديو التفصيلي ديال لابارتومون، كنحاول ما امكن نبين لكم لا فينيسيون وكذلك التصميم ديال لابارتومون، وكنقصوا عليكم الاتعاب ديال باش تجيو تقلبوا على لابارتومون ديالكم. كتجيو مقصدين لابارتومون. نتمنى تنال الاعجاب الناس اللي كيقلبوا على المساحات الكبيره في لي زابارتومون. لابارتومون المساحه ديالها كتفوق 128 متر. لابارتومون اللي كنعرضوا لكم دابا بالذات كتواجد في الطابق الثاني،
ومتوفرة كذلك في الطبق الثالث وفي الطبق الرابع. مهم للمزيد من العروض حول الشقاق ما عليكم غير تطلعوا على الصفحة ديالنا شقاق فاس على الفيسبوك وكذلك الانستغرام وكذلك الفيديوهات التفصيلية غتلقاوهم في القناة ديالنا على اليوتيوب شقاق فاس. وللمعاينة هاد الشقاق ما عليكم غير تصلوا بنا وتواصلوا معنا على الواتساب. مهم إلى اللقاء، إلى فيديو جديد وإلى شقة جديدة.